السلامة. الله يسلمك عايشة. مرحبا بيك. وبيك أكثر عايشة. عايشة. جيتنا اليوم قلت لي تحب تحكي بخصوص إقامة الأفارقة في تونس. إيه والله ماذا بنا كان حبوا الموضوع هذا نحكوا فيه. يعني بدقة معناها في الموضوع هذا خاطر هام في البلاد هذه. واللي ما عندوش وطنية ما يركزش في الموضوع هذا هام، واللي عنده وطنية يلزم يركز فيها خاطر يعني يهمه الوطن نتاعو، فهمتني؟ السبب نتاع الناس هذوما من الأول بكل السبب نتاعهم أيامات اللي بعد بن علي، أيامات العشرية السودية السوداء، أيامات العشرية السوداء السبب فيهم هما الدخول نتاعهم، القوانين اللي كان عملها بن علي، قوانين معناها عندها مفعولها يدخل بالقانون أي أفريقي ولا أي أجنبي على البلاد، فما قانون جات النهضة، جاء المرزوقي الغاو القوانين هذية عملوها وكالة بلاش بواب تونس، فهمتني؟ السبب فيها المرزوقي والنهضة، هو السبب أول بداية في الموضوع هذا. دخلوهم أول ما بداوا ضربوا الفلوس هذيك متاع قبل 30 دينار هذيك في العهد متاع النهضة هذيك بعد تنحات، فهمتني؟ دخلوا عقلية وحشية يأكلوا في الكلاب وفي القطاتس وفي يعني، وعملوا فهمتني ما حكمة ضربة واحدة في صفاقس، عملوا فهمتني مدرسة، فكوا بلاص كامل فيه سكان خرجوهم بالقوة. جي تحكي معاه يقول لك انت تكرهني على لوني، وعنه احنا يتسبل باللون احنا لون. المسألة ما هيش مسألة عنصرية. هما معناه يحبوا يغطوا التجاوزات متاعهم باش تضعف انت قدامه، يقول لك تكرهني على لوني، لكن اللون احنا عنا تونس اللون اغمق منه منهم. هما عنا ناس تخدم في الامن، في الحرس، في الديوانة، في الشرطة، موجودة يعني اغمق منهم في اللون، وما عندناش مشكلة. لو جاء عنا مشكلة في اللون ما تلقاش عنا ناس تخدم في الامن في اللون هذاك او اغمق منه. لو كان جاء عنا مشكل في اللون ما تلقاش عنا ناس في الوزارات وفي الادارات زيادة، موجودة عنا وتوانسة ونحترموهم ما عندناش مشكلة. لو جاء عنا مشكلة ما تلقاش عنا ناس شادة الادارات وشادة الوزارات في اللون هذاك او اغمق منه وتوانسة، موجود عنا. عنا فنانين كيما محمد علي الاسمر، كيما سلاح مصباح، فهمتني؟ كما سمير لوسيف، عنا أكثر من هكا فنانين يعني موجودة، فنانين كبار موجودة، ناس في الوزارات وفي الإدارات موجودة توانسة في اللون بتاعهم وأقمق منه، يعني ناس أحنا متفتحين ما عندناش مشكلة مع اللون، فهمتني؟ حتى في التوانسة بالعكس، عنا نحن التونسي اللي في اللون بتاعهم وأقمق منه يمتاز بالأخلاق أكثر فيه متاعنا احنا اسمه اللي ديما يتعدى معانا. شوف الاخلاق العاليه اللي عند هما، ما عندهمش اخلاق، ناس عقليه متاعهم عنصريه ياسر، يعرف كان القوه، يعرف كان الفكين يدخل الزيتون متاع العباد، مواطن عنده زيتون ضيعه صغيره وكذا، يجوا يكسروا الزيتون يعملوا فيه قواتن، يكسروا يدفوا على الحطب الزيتون، يكسروه يعملوا حطب يدفوا عليه، يا خلق ربي هذا اللي يقول لك انت عنصري، انت تدخل لبلاد الناس تكسر فيها الزيتونه نتاع الناس، تكسروا تروف 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 وتعملوا كيما هكاك وتدفع عليه يا رسول الله وتطيب عليه في الماكله، وتدخل لديار الناس تمارس العنف بجميع انواعه بجميع انواعه يا خلق ربي. وزيد زياده ما كفاهمش الشيء هذاك يغتصب، ويدخل بعقليه وحشيه يغتصب، وحش في مخه، ما عنده عقليه وحشيه، يعمل كل شيء. بلاد كيلو كيلة مسيبة بلاش بواب، وهذا يسبب فيه النهضة والمرزوقي، وهما اللي الغاوا القانون اللي عملوا بن علي وعملوا البلاد وكيلة بلاش بواب، دخلوها كلها، فهمتني؟ وتوا بعد العشرية السوداء، وعنا البلاد بقات البلاد مسيبة، وثم راهو البعض من المواطنين متسببين في المشكلة هذه. ثم ناس طماعة يسكنوا فيهم يكروا لهم بالغالي، ثم ناس يخدموا فيهم يخدموا بسوم أقل من التونسي، طماعة يخدم فيه بسوم مرفق. الدولة وين هي هنا في الموضوع؟ نورمالمون البلاد العباد هذه اللي يسكن فيه واللي يخدم فيه مو رئيس الدولة قيس سعيد قال لك يتحاكم. وين هي الناس اللي عندها نفوذ في البلاد؟ علاش غضت النظر في الموضوع هذا؟ أنا نتسائل، ما نتهم حتى واحد، اختونا ماك اللغة بتاع السبلة، اعطيني الواقع، علاش تغض في النظر؟ أصحاب النفوذ علاش قاعدين يغضوا في النظر؟ علاش الناس اللي قاعد تسكن فيه قاعدين نراو في عباد تخدم فيهم في الرستورونات، متخبين في الكواجد،
في الشوايات تلقاهم، في الدبوات نتاع الجازوز موجودين، فهمتني؟ في الكوش نتاع الخبز تلقاهم موجودين، في اي مجال يخدموا فيه موجودين، حتى في الفلاحه البر. هنا الدوله الناس اللي فيها عندها نفوذ غايبه، علاش؟ شنو السبب؟ شكون وراء الموضوع هذا؟ علاش؟ ثم لمين موضوع يغضوا في النظر، علاش؟ نورمالمون الناس هذه هي تتحاكم، اللي يسكن فيه واللي يخدم فيه يتحاكم، هو قال قيس سعيد يتحاكم، وينو علاش لموه الموضوع وغضوا فيه النظر؟ يا تقصير من السلطة في حق المواطن التونسي. يا أخي تو أنا بلادي ما نكسب في بطاقة تعريف كان درابو يا رسول الله. يا أخي شنيا؟ راهو ظلم في البلاد، راك أنت مواطن ما عادش عندك قيمة، مع في بلادك ما عادش عندك قيمتك. راي بلاد راي ما دولة أصحاب النفوذ ما تحترمش المواطن التونسي. شنيا أنا في بلادي يعني مواطن تونسي يتهان في بلاده، يجوا يمارسوا عليه العنف بجميع أنواعه. أنا نطلب من السلطة الناس اللي قاعدة تخدم فيهم، والناس اللي قاعدة تسكن فيهم، هذه كل معتمدية، مش كل ولاية، في كل معتمدية عندها والي وعندها معتمد مسؤول يلزموا يتحاكم. أنت الناس هذوما دخلوا المعتمدية متاعك يلزم تعطيهم بالرقم، ما تعطيهمش بالرقم يلزمك تتحاكم. كل معتمد وكل والي في كل معتمدية وفي كل ولاية يلزمك تعطي عليهم. هذه النقطة الأولى، ما تعطيش عليهم شكون وراء الموضوع، علاش أنت غاض النظر؟ يلزمك تتحاكم، ماهوش على راس كريش، هذا المعتمد والوالي. هذم مسؤولين فوالا. مسؤول، هذا ما في المعتمديات. بالنسبة عندنا أمن قومي عام وينو؟ غايب مش موجود، علاش؟ شكون وراء الموضوع؟ عندنا استعلامات عامة تعرف بها في الدولة نتاعك شكون دخل وكيفاش دخل وعلاش دخل؟ وين هي غايبة؟ علاش غايبة؟ شكون وراء الموضوع هذا؟ يا معلم راهي دولة راهي دولة، علاش غايبة الدولة؟ ثم بعض من الناس تتقاضى في الأجور من وراء البحار بالعملة الصعبة ماهيش معروفة شكون، يلزم الدولة تخرج الناس هذوما وتحاكمهم، يلزم تكون ثم وطنية في أصحاب النفوذ. شنية بلاد مصيبة ما فما حتى واحد، ويني الناس اللي عندها الوطنية؟ أنا قاعد نسأل ومريتش، قاعد دايخ يا معلم، بلاد مصيبة، بلاد وكالة بلاش بواب، الناس مصيبة تعمل كيما تحب، احنا ضرينا وبلادنا هذه من حقي انا، بلادي انا مواطن وطني ننتمي للوطن والعالم، لا زايد ولا عامر، بلادي من حقي باش نتكلم عليها. غلط راك غلط، صاحب النفوذ مقصر في حق الشعب التونسي، برلمان عنده قداش يخدم ما طلعش فيهم قانون، نورمالمون انت برلمان عندك يوينوا القانون ما خرجش في حق الافارقه هذه، ما تعمل قانون انت وترجعهم لبلادهم وتتصرف معاهم، وينو ما خرجش القانون؟ علاش قاعدين نسالوا علاش ما خرجش؟ انت قاعد تحكي على الافارقه جنوب الصحراء اللي قاموا بتجاوزات، بيان سور ماكش تحكي على عندنا خاطر في حومنا افارقه يخدموا على رواحهم يسكنوا، ماهوش قاعدين يقوموا بتجاوزات، مسلمين ومحترمين رواحهم. شوف بالنسبه لي انا اللي داخل بالقانون، داخل بالقانون، احنا دوله فيها قانون مرحبا به. بالنسبه اللي داخل من بعد بن علي التو داخل التو، عندك في كل معتمدية ثم معتمد، عندك في كل ولاية ثم والي يلزموا يتحاكم ويتحاسب. يا معلم هذا ما أنت كيفاش دخلت الناس هذه؟ غاض النظر علاش؟ شنو هو السبب اللي يخليك تغض النظر؟ أنت مسؤول تاخذ في شهرية، ما الدولة مثقلة ضرائب على الشعب التونسي، يا معلم تاخذ في شهرية باردة، لا يلزمك تتحاكم. معتمد ولا والي يلزموا يعطي رونسانيمو على الناس هذوما بالتدقيق بالأدلة والأثبات. عندك وزارة الداخلية، اسمعني مليح وركز معي في الموضوع هذا، وزارة الداخلية نورمالمون كل واحد عنده فيشة تاع موفمون بتاعه، فيشة موفمون فيها اعطي اسم خلي يحب يعطي الاسم اللي يحبه هو، المهم عنده بصمته باش نهار اخر يثبت عليهم انا دولة تقول له هاو اعطي اسم راهو مضروب. علاش داخل انت لهنين؟ هي وين هي وزارة الداخلية؟ تعملوا فيش دي موفمون من بعد اول بعد بن علي، اول ما بدات البلاد تو، وين هي الناس المسؤولين اللي في وزاره الداخليه؟ علاش ماكش عامل فيش دي موفمون؟ الكل شخص يدخل لبلادك، هي وينك؟ هاك غايب يا معلم انت، هاك محق مقصر في حق الشعب يا معلم. يا هديك ربي رانا ماناش بهير، راهي بلادنا راهي تتحرك، راهو الدم يتحرك عليها. انت وينك كوزاره الداخليه كمسؤولين وينك؟ علاش كل واحد كيدخل ما تعملوش فيش دي موفمون؟ خلي يسمي الاسم اللي يحبه هو،
ما تضرب اسمك، اضرب اسمك على روح بالبصمه نتاعك نهار اخر، تعرف حتى يقتل روح تنجم بالبصمه نتاعه تطلع. هذا مره ينجم يقتل ما تطلعوش، يشبهوا لبعض باش باش تطلعوا انت حتى بصمته ما عندهاش، فيش دي موفمون ماكش عامل هالو. يعني انت نحب نعرف من وراء هذا الموضوع، شكون وراء الموضوع هذا؟ شكون اللي قاعد يتقاضى في اجور من وراء البحار بالعمله الصعبه باش يبيع الماتش، باش اصحاب النفوذ تبدا بارده في الموضوع؟ يرانا ماناش بهيل في الموضوع هذا.